طرق استفزاز الجن ليقول الحق الغامضة. أحدهم سأل عن طرق استفزاز الجن ليقول الحق الغامضة. من الأساليب التي نسلكها في الرقية مع بعض الجن والشياطين كما نسميه الطرق الاستفزازية أو التعذيب النفسي، وهذا قد يغيب عن كثير من الناس لأنهم ما ولجوا هذا الباب بقوة وبجد واجتهاد. لا أقدح في صدقهم ولا أقدح في سيرهم، لكن لكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات، فكل موفق لما ميسر لما خلق له. فنعمل بفضل الله سبحانه وتعالى بسبل كثيرة في جلسة واحدة، لأن تكون كالرامي فلا بد أن تكون عندك كالمحارب وكالمجاهد، لا بد أن تكون لك عدة سبل كي توقف العدو. فمن هذه الأساليب الأسلوب الاستفزازي فقط، هي ليست هي كل شيء في العلاج، وإنما أسلوب استفزازي. أحيانا يظن المتلقي الذي ينظر إليك أول مرة كأنك تسامر هذا الجني وتضاحكه وتلاعبه، ولكن أنت لك غاية في هذا. طيب، سؤال للعقلاء: هذا الجني مختبئ سنين، هل يضرنا حينما نسير مع بهذا السير 10 دقائق ولغاية نرميها نصل إليها بإذن الله تعالى، يعلم من يتابع؟ أو أسلوب استفزازي، أو أحيانا نحن نحتقره ونزدري ونستخف منه: أنت لست على شيء، لو كنت كذا ما جلك الله، بعد لو كنت قوي ما حركتها، الآن كذا ونص خلاص. أحيانا ربما نركن إلى الصمت أو إلى شيء، أو ربما أحيانا نعذبه تعذيب نقول يفيقها وخد قوة من جديد ونتحداك أنك ستصعد مثلا، هيا جلي نعطيك شوطا آخر حتى إن كنت قويا لا تظهر من جديد. وعدة أشياء تتجلى على حسب المريض وعلى حسب ما يناسب الحالة، وأنا أرى هذا من الحكمة، وضع الشيء في موضعه بإذن الله سبحانه وتعالى. أحيانا تحتاج أنك ترى أن هذا العدو يا تراه بدأ يفكر ويطلق السمع، فلا بد أن تقبل عليه بالوعظ وما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. أحيانا تضارب في الجسد بين الإسلام والكفر، فلا بد أنك ترى متى تحارب بآية القتال ومتى تغلب آية البر والخير والإيمان والإحسان وما شابه. فهذه سبل وطرق، كلها الغاية منها هي أن تضعف العدو، أو أنك ترغبه في هداية الإسلام، أو أنك تجعله يرى نفسه ذليلا صغيرا صفرا ليس على شيء. وهذه من أساليب الاستفزازية أيضا. نعم، من أجل أن يقول الحقيقة بإذن الله التي كما قلت فهي غامضة. طيب،